يا أهلا بكم في سابع حلقة من كورس VMware Power CLI. وفي الحلقة دي من الكورس احنا هنتعرف على الـ Selective Query أو الـ Select اللي بيشتغل باور شيل. اوريدي هيبقى عارف ما هو الـ Select، بس أنا هعتبر يعني إنك ما عندكش فكرة عن الـ باور شيل وما عندكش فكرة عن الـ Select، فهنشوف إزاي نستخدم الـ Select مع الـ Power CLI أو تمام او مع النتائج اللي بتطلع من الباور سي ال اي. احنا بيطلع عندنا معلومات كتير، زي مثلا ما شفنا في الاكسل شيت هنا، احنا عندنا معلومات كتير قوي احنا مش عايزينها كلها دي. يعني انا عايز اختار معلومات معينة بعينها، مش عايز اعرف كل ده، مش عايز كل ده يطلع لي في السي اس في فايل واقعد افلترها تاني. فاريحك خالص من القصة دي، فهنقول مثلا كيت في ام. اوكي، محتاجين نختار، انا محتاج اعمل ريبورت في اسم الفي ام، الباور ستيت، و حجم الفيرتشوال ماشين البروفيجند سايز واليوزد كاباسيتي فعلا. بس طبعا ده بيمشي مع الثين بروفيجند فيرتشوال ماشين بس، مش مع الثيك. يعني مع الثيك كده كده هيبقى البروفيجند كاباسيتي واليوزد كاباسيتي الاثنين واحده. اوكي، فنقول get vm وبعدين pipeline ونقول select. اوكي، ممكن بعد select اكتب property. اوكي، بس مش بالضرورة ان انا دايما استخدم كلمة property. يعني استخدمت property دي او ما استخدمتهاش، النتيجة في الاخر واحدة. خلاص، طيب انا محتاج هنا بقى، هنا دلوقتي بقى ابتدي اختار الفيلدز. طيب انا دلوقتي حالا دوست على ايه؟ انا دوست على كنترول وسبيس بار في الكيبورد مع بعض، كنترول وسبيس بار مع بعض يطلع لك كل النتائج دي. دي بقى الفيلدز او البروبرتيز اللي تقدر منها انك تختار. والله انا عايز النيم، ومحتاج البروفيجند سبيس بالجيجا بايت، ومحتاج كمان اليوزد سبيس بالجيجا بايت. تمام، فهنا لما تضغط كنترول وسبيس بار تطلع لك النتائج دي، تمام، اللي تقدر انك تختار منها. طيب لو انا محتاج اعرف بروبرتيز اكتر من كده، خلينا نجرب حظنا كده مع جوجل. خلينا مع جوجل. اوكي، خلينا نيجي هنا كده في الصفحة اللي كنا شغالين فيها. خلينا نقول باور سي ال اي واكتب جيت في ام وانتر ونشوف اللي يطلع. جيت في ام باور سي ال اي، اختار مثلا دي، جيب الريفرنس هنا ونشوف بقى جوه الريفرنس ايه الاوبشنز اللي متاحه عندنا. هتلاقي هنا نفس اللي انا كنت لسه بقوله لك هنا اهو، بس تحت هنا تحديدا كده اهو. جيت الداتا ستور، جيت ديستريبيوتد سويتش، جيت اللوكيشن، لا دول مختلفين معلش. اللي انا عايز اوصل له ايه كل البروبرتيز اللي تحتها. طيب خلينا نرجع لورا خطوة. get vm properties. اوكي، list of all vms and all properties. looking for power CLI property set. دي حاجة في الكوميونيتي بس طبعا مش ده اللي احنا عايزينه يعني. بس احنا ايه، انا بوري لك انه لو انت محتاج بقى جوجل على حاجة معينة. اوكي، select property، احنا محتاجين البروبرتيز اللي لسه بيها. طيب على كل حال انا دلوقتي حالا كده ايه، كنت عايز اطلع لكم بريزلت معينة لكن ما عرفتش اوصل ليها. لكن virtual machine object property in the API، خلينا نشوف ال API reference ده بعدين. بس على كل حال يعني جوجل ممكن تطلع منه بحاجات. خلينا نشوف، بيقول لك شوف ال virtual machine. خلينا نمشي معاه، الراجل ده جامد جدا على فكرة ويا ما ساعدني انا شخصيا يعني. طيب خلينا نشوف ال virtual machine تحت ال API reference guides، بس يعني مش هنوصل منها لحاجة قوي لان الاي بي اي ريفرنس جايد ده موضوع شائك شوية يعني. مش عارف ليه الريسبونس بطيء كده، بس خلينا نشوف.
اوكي تلاقي البارامترز هنا ابلاي كذا اعمل كذا، لان احنا محتاجين بارامتر تو جيت كذا كذا. لا برضو manage object description config compatibility guest. شوف كل دي بقى ال APIs يعني هناخد عنها فكرة قدام شوية، بس بشيء مبسط طبعا. يعني انا بدور على حاجة زي مثلا provisioned. طيب على كل حال انا مش قادر اوصل منها نتيجة لنتيجة معينة هنا، كنت حابب اوريلكم عليها جايد بس يعني هتحتاج جوجل اكتر شوية. طيب ما علينا، خلينا نرجع تاني للترمينال احسن. اوكي على كل حال هم دول. طيب فابتدي اكتب بقى فوق، انا محتاج النيم. اوكي كده هو اختار اهو نيم، وبعدين نفصل بقى ما بينها وما بين، انا محتاج النيم بس. لو ضغطنا انتر كده تعالوا نتفرج انتر، فطلع لي في الاوتبوت هنا اسم الفي ام بس. طيب هل ده اللي انا محتاجه؟ لا انا محتاج حاجات تانية، انا محتاج بروبرتيز تانية. جميل قوي، نحط كوما ومسافة، محتاج تطلع ايه تاني؟ لو حافظ اسم البروبرتي تكتبها، لو مش حافظ مفيش مشكلة، كنترول وسبيس مرة كمان. كنترول سبيس هيجيب لك تاني، انا محتاج والله الباور ستيت. اوكي لما تدوس تاب بيكملها لك للاخر. تمام كوما مرة كمان. لا معلش باور ستيت. اوكي كوما مرة كمان، كنترول سبيس provisioned. provisioned بالجيجا بايت. انا ضغطت انتر، تضغط انتر بيثبتها. اوكي ومحتاجين نعرف ال used space، فانا اكتب بس كلمة used. ممكن ارجع للريفرنس هنا او من غير ما ارجع للريفرنس، او بتاب بيكملها. تمام اوكي كده هو اطلع الريزلتس. طبعا احنا ممكن نخليه يطلع لنا الريزلت دي بشكل احسن شويه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. تمام فدي كده كل الريزلتس اللي موجوده هنا. طبعا انا لو جيت هنا وقلت له سيلكت بروبرتي واسترسك نجمه، هيجيب كل البروبرتيز، بس طبعا هيطلعها كده في شكل يعني روز كده، ما هياش كولومز، ما فيش اعمده زي اللي اوت اللي فات. يعني خلينا على نفس اللي اوت اللي كنا عليه ده. طيب فده كده الاوتبوت اللي عندنا. احنا ممكن ناخد الكلام ده لسي اس في بقى، شوفوا يعني التركيبه. تفتكروا درس السي اس في؟ اهو اجي هنا اكسبورت سي اس في، دي نقطتين على باور سي ال اي. اوكي ونسميه مثلا في ام داش سيلكت دوت سي اس في مثلا يعني. اوكي نتاكد ان في دبل كوت هنا في الاخر ونضغط انتر. كده المفروض ان هو عمل الفايل اهو، ده الفايل اللي احنا بندور عليه. شوف البروبرتيز من جوه لسه بيفتح اهو، علشان انا ما عملتش النو تايب انفورميشن، مش مشكله. فادي الداتا اللي احنا طلبناها بالظبط. تمام خلينا نشوف حاجة تانية، نشوف سامبل تاني. طبعا موضوع السيلكت ده على كل الاوبجكتس في الفي سنتر. اوكي كل الاوبجكتس. اوكي يعني مثلا لو قلنا get في ام هوست، تمام نقول سيلكت، مش هكتب بروبرتي المرة دي، بس خلينا نشوف ايه اللي تحتها هنا. في حاجات كتير بقى، في نيم، في اسم يعني اسم الهوست، في عندنا البراند كمان. راحت فين براند؟ انا مش شايفها. على الموديل، الموديل اوكي الستيت. خليني مثلا نقول في العادي، في العادي لما اجي اقول get vm host ده اللي بيطلع. اوكي لا احنا محتاجين بيانات محددة شوية، خلينا نقول get vm host عفوا و pipeline select name. ايه تاني غير name؟ model. ايه تاني غير model؟ عايز اعرف ال version اللي شغال عليه، عايز اعرف ال build number بتاعته،
عايز اعرف الايه تاني، السيريال نمبر تقريبا كانت هنا، ولا السيريال نمبر بتتجاب بشكل معين؟ خلينا نتأكد، لان في بيانات ما بتطلعش بشكل مباشر، في داتا بنحتاج بس شوية ندخل في تفاصيل معينة، يعني في API calls معينة نقدر نطلع بيها معلومات اكتر من كده كمان. بس يعني بشكل رئيسي انا عايز اعرف مثلا السيريال نمبر، خلينا نجوجل على السيريال نمبر رقم البيلد. اوكي، نضغط انتر كده، شوف الاوتبوت طلع هنا اهو، اسم الهوست، خلاص، الموديل، باور ايج كذا كذا، الفيرجن كذا، المانيفاكتشرر. احنا لو زودنا مانيفاكتشرر هنا، مانيفاكتشرر اللي هو المصنع هيجيب لنا البراند، مانيفاكتشرر جاب لنا المصنع. طبعا احنا نقدر نطلع الداتا دي في شكل جدول بدل ما هو مطلعهم كده فوق بعض، بس خلينا نضيف حاجة كمان، خلينا نضيف مثلا بروسيسور تايب، طلع اسم البروسيسور اهو. طب انا حابب اظهر الداتا دي في شكل جدول زي اللي فاتت دي، هو لما عدد اختياراتك بتزيد فما بيقدرش يعرضهم لك كلهم بالعرض جنب بعض فبيطلعها بالشكل ده. احنا نقدر طبعا نطلعها في شكل تيبل برضو، فبايب لاين في الاخر، وبعد البايب لاين هقول فورمات داش تيبل تيبل. اوكي، كده تيبل. طيب لو في عندي داتا مش كامله فبنقول له حاجه اسمها اوتو سايز في الاخر، هاجي كده في الاخر واقول له اوتو سايز وانتر. بس هي يعني كده كده اصلا كل الداتا طالعه تمام، ديل انكوربوريشن، اسم الموديل بتاع السيرفر، وباقي ايه البيانات. طبعا باور شيل، باور سي ال اي، بص يعني شوف يعني ما تتعود عليها، تلاقي ان انت بتطلع منها معلومات قيمه جدا جدا، ممكن يطلب منك انفنتوري عن الهاردوير اللي موجود فتطلعه بالطريقه دي كده كلها. طبعا هيطلع عندك كل الهوست تحت بعض، عشان عندي بس هوست واحد فده اللي باين هنا يعني. تمام. محتاجين نعمل ايه تاني؟ خليني مثلا انا عايز اجيب سيريال نمبر ال A6i host ده، فتخلينا نروح هنا كده لجوجل نقول باور سي ال اي في ام هوست سيريال نمبر، اهو حتى بيكملها اهو، getting serial number into information from host. هنا في حاجة من ال communities مثلا، audit and كذا كذا كذا. خلاص نروح هنا نشوف مثلا ده واحد في الكوميونتي، كوميونتي ال VMware كوميونتي في الباور سي ال اي سيكشن، في حد مثلا بيتكلم على حاجه زي كده. الراجل ده يا جماعه اللي هو لوكا ده راجل قوي جدا جدا، يعني من اقوى الناس اللي موجودين في الكوميونتي هنا، احفظه من اللوجو ده، ده يساعدك كتير جدا جدا. الشخص ده رائع يعني، في موجود على الكوميونتي من 2005، واخد بالك، في الباور سي ال اي، وعنده كتب وحاجات زي كده، فهو قوي قوي يعني. هنلاقي هنا هقول لك، هيقول لك هنا اي 6 سي ال اي هاردوير كذا كذا. طبعا هو في جيت انفوك، خليني بس نشوف احنا عايزين نجيب السيريال نمبر. هو هنا الشخص ده مثلا بيسأل على السيريال نمبر، خلينا ندعبس كده نشوف السينتاكس كله بالظبط فين. اوكي، عايزين السكريبت بس كامل. جيت سي ال اي دي هتجيبها من ال اس 6 سي ال اي، فعشان كده هو بنحتاج بايب لاين شويه كوماند تدخل تجيب انفورميشن من السي ال اي. اوكي، فهيعمل خلينا ناخد ده كده ونشتغل عليه. جيت كذا كذا، بس هو في تصحيح هنا كده، اس اكس سي ال اي هاردوير، خلينا نجربها، احنا عندنا شوية وقت لسه، ممكن نجرب كده. بس انا محتاج اعمل كوبي دول. طبعا انا في عندي مكتبة يعني التركيبات خلينا نشوف ده مثلا something like this، يقول لك for each hardware كذا كذا 6LI كذا 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 كذا. خلينا نختار ده على سبيل المثال مثلا، خلينا نجرب ده كده سكريبت على بعضه. ماشي، خلينا نجرب السكريبت ده، بس انا عايز اظبطه الاول هنا، عايز اظبطه هنا الاول. احنا لو خدناه كده نعمل له ران مرة واحدة ممكن يشتغل، وممكن بس الفورمات بتاعه بيبقى محتاج تظبيط شوية. ودوسنا انتر،
شوف، تمام، مية مية. ده مثلا سكريبت، او انا بقول لك قوة الكوميونتي هنا في ان انت تقدر تطلع منها. فانت سكريبتات جاهزة، فانت تقدر تعمل سيرش هنا على سكريبت، تمام. لو ما لقيتش تقدر تفتح هنا في البلوج ده، تقدر تفتح بوست وتست، تطلب فيه ان حد يساعدك بانه يعمل لك سكريبت معين بعينه، او ان انت تقدر طبعا تعمله لنفسك لو تقدر يعني، تمام. فحاجة زي التركيبة دي كده من الكوماندز، او من اوكي من الكويريز يعني. حلو مصطلح التركيبة اللي انا بقوله ده، ما هي فعلا تحس ان هي متركبة يعني. اوكي، السكريبت ده كده بيقدر يجيب لي، يقدر يعمل كويري جوه الهوست نفسه على الاي 6 ال اي، اوكي، ويجيب لك السيريال نمبر بتاع الهوست. فاحنا ممكن بقى نستخدم ده مع اللي فاتوا على فكرة يعني. انا ممكن اخد جزء بس معين منها يعني، اللي هو من اول هنا كده. اوكي، فلو جينا هنا على الاخر، اخر كوماند انا كنت عامله، اوكي خلاص، وهنزود هنا في الاخر سيريال نمبر كوما مسافة، وهعمل بيست للسيلكت دي. احنا ممكن نبقى نشوفها بعدين يعني، اشرح لكم في مرة تانية ان شاء الله كده ممكن ازاي نستخدم الفورمات ده اللي هو الات وان، وده يعني طريقة تانية من الكويريز هنشرحها بعدين ان شاء الله. خلاص، نلاقي هنا هو ايه طلع. خلينا نشيل بس اوتو سايز دي. اوكي، يعني طلع كده الداتا اللي احنا كنا طالبينها، ومعاها السيريال نمبر. سيريال نمبر راح فين؟ لا، سيريال نمبر مش هنا، خلينا نشيل ده. بسم الله، هنا ناقصها حاجة، هنا ناقصها. لا، احنا مش محتاجين كل ده لغاية هنا بس كده اهو. لا، راحت من غير انا محتاج السيريال نمبر، محتاج السيريال نمبر اهو. طب هو السيريال نمبر على فكرة تصدقوا، بس مش مشكلة يعني، هي السيريال نمبر اوريدي موجودة. لو انا جيت هنا كده لغاية، معلش لو لخبطتكم، سيريال نمبر، سيريال نمبر، لا ما تطلعش. لا، ما احنا لازم نعرف ليه. لان انا شلت جزء من الكوماند ما كانش المفروض ان انا اشيله. خليني بس، بسم الله الرحمن الرحيم. لا، في جزء ناقص من الكويري هنا مش موجود، في جزء هنا ناقص. طيب، خلينا نشوف هنا تاني. اوكي، لان هو لازم الجزء ده يكون موجود، ده مش موجود. اوكي، الجزء ده get اس اكس ال اي، get اس اكس سي ال اي، ده مش موجود، ده مش موجود، فعشان كده مش هيتنفس. اوكي، طيب، تمام. فهي يعني انت هتحتاج تعملها على جزئين يعني، هتحتاج تعمل السكريبت ده، وتحتاج تعمل يعني علشان تعمل ريبورت مفصل، فهتحتاج بس تعمل خطوتين. خلينا نقول هو ممكن تجيب في خطوة واحدة بس شوية يعني. اقول لك تجيبها ازاي في خطوة واحدة. بص يا سيدي، احنا عايزين نجيب هنا. اوكي، لا خلينا نعدلها عشان ما اخبطكوش، هنعدلها هنا. اوكي، هنعدلها هنا. اوكي، طيب، سيلكت، احنا اخدنا النهارده سيلكت. اوكي، سيلكت بروبرتي. اوكي، هو هنا هيجيب اسم الهوست، وعمل سيلكت للحاجات دي كلها من ضمنها السيريال نمبر. فهو طلع ده، طلع، خليني اقول كمان سي بي يو تايب، خلينا نجربها كده هتمشي ولا لا. لا، سي بي يو تايب ما جاتش. طب الكوماند اللي احنا كنا عاملينه، معلش انا مش هطول عليكم، بس هي طلبت يا بروسيسور تايب، اسمها بروسيسور تايب. ف
اوكي نعدلها هنا. اوكي المهم بس ان انتوا تكونوا فهمتوا معايا الفكرة اللي انا بعمله ده كده، بس اضافة يعني. بروسيسور تايب. طيب ننظف كده الشاشة ونجرب مرة تانية. بسم الله. لا بروسيسور. طيب على كل حال هو على الاغلب ان هو هنا بيعمل كويري اجينست الاي 6 سي لاي، فممكن بس اكون محتاج اغير يعني فيندور نيم، دي مختلفة. احنا عندنا هنا في الكوماند بتاعنا ده هنا اسمه مانيفاكتشرر مثلا يعني. اوكي راحت فين مانيفاكتشرر هي. اوكي هو هنا فيندور نيم تمام، فهو هنا لانه بس بيعمل كويري هنا اجينست الاي 6 سي لاي على الكوماند لاين بتاع الاس اكس اي هوست نفسه. اوكي فالمسميات مش هي، مش واحده تمام. بس على كل حال يعني حبيت انك تطلع السيريال نمبر، اديك عادي عندك الطريقه ازاي من جوجل تقدر تجيب كويري وتجيب سكريبت معين يطلع لك ريزلت معينه خلاص. فانت تقدر تطلع يعني تعمل اكسبورت للكلام ده في سي اس في، وتعمل اكسبورت للكوماند ده كمان برضه في سي اس في، وتقدر تجمع الداتا مع بعض بحيث انك تقدر تطلع ريبورت بشكل معين يعني. خلاص معلش ايه لو حد منكم تاه مني شوية هنا، بس هو انا يعني كنت حابب اعمل موديفيكيشن هنا ما مشيتش زي ما انا كنت متخيل. خلاص بس على الاقل يعني السيريال نمبر نقدر نطلعه بشكل او باخر. ادي برضو ايه من الحاجات اللي ما هياش بشكل مباشر بتطلع من الفي سنتر سيرفر نفسه، لا دي بتطلع من الهوست نفسه، فكان لازم ليها كويري او سكريبت بشكل معين. طبعا الفور اتش ده هنا لو ما عندكش فكره عن الفور اتش يعني، علشان يقدر يعمل الاي 6 ال اي كويري اجينست كل الاي 6 اي هوستس اللي عندك في الانفايرمنت تمام.